من جديد اهلا بحضراتكم في خبر اليوم. هنكمل اخر مستجدات النهارده والاخبار. واعلن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار نتيجه المرحله الاولى من تنسيق القبول بالجامعات. تقبل كليات الطب من 98.5% والاسنان 98.4% والعلاج الطبيعي 97.5%. وخلال مؤتمر صحفي لاعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى للقبول بالجامعات، الحد الادنى جه للقبول بكليات الشعب الادبيه الاقتصاد والعلوم السياسيه ب 96.1%، الالسن 95.5%، والاعلام 94.6%. تم تسجيل في المرحله الاولى للتنسيق 149,083 طالب، واستنفذ رغبات 236 طالب مع اعطاء فرصه لهم النهارده لتسجيل رغباتهم. خلونا نروح نتابع كلمه وزير التعليم العالي. نجاح كبير جدا للدوله المصريه في يعني الانتهاء من اعمال الامتحانات سواء في التعليم الاساسي او التعليم الجامعي، ادى للي موجودين فيه النهارده ان طلابنا بيتنسقوا ويخشوا الجامعات. طبعا في زياده عن السنه اللي فاتت، احنا بنتكلم على السنه دي احنا مدخلين لحد دلوقتي 490 الف طالب وطالبه بدون الطلبه اللي عندهم دور ثاني في الثانويه العامه. اذا احنا بنتكلم على متوقع ان يكون في زياده عن السنه اللي فاتت تقرب من 70 او 80 الف طالب في خلال المرحله الاولى. دايما علمي علوم يعني بيحصل الانتهاء من كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي. الطب وصلت ل 98.5 تقريبا، وطب الأسنان 98.41%، والصيدلة 98.4%، والعلاج الطبيعي 97.92%. قطاع الهندسة الحقيقة في أماكن متواجدة كتير في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والتخطيط العمراني والفنون الجميلة وكليات التكنولوجيا للطلاب اللي اجتازوا امتحانات القدرات. وأيضا بالنسبة للأدبي هناك أيضا يعني اتشغلت كليات بعينها زي الألسن والإعلام والآثار واقتصاد وعلوم سياسية، طبعا عليها طلب كبير، ولكن لازال هناك بعض الأماكن في التجارة والأداب والحقوق وهكذا. فإذا المرحلة الأولى استنفذت بعض الأماكن في الكليات الرئيسية، ولكن في بعض الأماكن المرحلة الثانية متوفرة في قطيع من القطاعات.